السلام عليكم الجمهور ديالنا الكريم، مرحبا بكم في الحلقة الأخيرة والختامية لبرنامج جلسة بلدية في الجزء ديالو الثاني. وإن شاء الله مازال غيكونوا برامج أخرى ومازال يكونوا أعمال أخرى إن شاء الله. هذه الحلقة هذه أحسن حاجة نختموا بها الحلقات ديال هذا الجزء الثاني ديالنا ديال البرنامج هي الشباب والناس اللي واخدة المشعل ديال الفن البلدي، وباش يكونوا خلف لخير سلف لهذا الفن وهذا التراث ديالنا ديال التفيلات والرشيديه. الجمهور ديالنا رحبوا معنا بواحد من ابرز الشباب اللي تيمارسوا الفن البلدي حاليا في مدينه الرشيديه والنواحي، السي محمد بن عيش. السلام عليكم السي الساده، لذلك تحياتي وعشرة مبروكه. الله يبارك فيك، نشكرك على الدعوه. مرحبا، هذا شرف ليا باش نكون معك في هذا. مرحبا، تحنا ساعة سعيدة ومبروك وشك وتحياتي للجميع. كامل وعشر مباركة وعيد مبارك للجميع المغاربة. السي محمد بن عيش كنعرفوك محبوب عند الأوساط ديال الشباب، وكيعرفوك الدراري في الرشيدية في المناطق والقصور وهذا، يعني محبوب الحمد لله، وكتقدم الفن البلدي وكتعزف آلة العود وكتغني تبارك الله عليك، وغادي على الخطى ديال فنانين اخرين اللي سبقوا في هذا المجال هذا بحال مولاي الشريف الحمري وجلولي الله يرحمه، بحال العديد الفنانين يوسف بوري، سعيد بوحو، يعني حتى انت غادي في هذاك المنهج ديالهم. كيفاش جاتك فكره من الاول وكيفاش بديتي هذا الفن هذا؟ عاود لينا على راسك، الناس اللي كتعرفك تشوفك في هذا الحوار هذا وتتعرف على حياتك اكثر، والناس اللي ما كتعرفكش فرصه انها تتعرف عليك ان شاء الله. اولا كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم، تنشكرك الاستاذ رضا ديالنا اللي على راسنا والفنان الكبير، تنقدرو وراك عزيز علينا. الله يكبر بيك ومعزتك يا فوق الراس، وتنشكرك على الاستضافه هذه، هذا واجب. الله يكبر بيك استاذ رضا. بالنسبه لقضيه الفن، الفن ماشي الفن تيكون موهبه، تطلع مع الصبر، المهم تكون داكشي روحاني من الداخل. وثانيا الفن ماشي راجل، خصك تكون فنان، فنان في خصك تكون في اخلاق، خصك تكون فيك اداب، تكون متواضع، تكون محبوب ديال الناس، تكون انت من تحت ملتزم منضبط بزاف الحاجات. نعم، تكون انت تكون تاع الناس. انا ما عنديش كيف نكلم كيف صغير كيف كبير كيف عاقل، المهم انا تاع الناس، وتنتمنى من الله نكون خفيف على الحلقه هذه على قلوبكم، ولله الحشم جاد الله غادي نعطي جديد ولله الحشم ان شاء الله، وتنتمنى من الله ما يخيبنيش ربي الظن ديالكم ان شاء الله يا ربي. لا لا، راك في المستوى تبارك الله، وكنشوفوا الفيديوهات ديالك تبارك الله في الصفحات ديال الفن البلدي مكتسحه الفيسبوك وهذا. ترجع لفضل الوالدين اللي مرضي ما عمره يخيبوا الله. طبيعي الحال ولله الحشم، حتى انا حصل لي شهر بهذا الليله مباركه. مرحبا، حتى حنا نهار كبير هذا. مرحبا، انا صراحه انا عجبني الحال، وبحركه وسادي بغيناهم يزعمونا ويدعمونا ونكونوا شادين. لا تستاهل كل خير، حنا اصلا كنا دايرينك في البال كطاقم، ولكن زدنا حتى شفنا لي كومونتير ديال الجماهير في لي كومونتير ديال البرنامج، كيطالبوا بك الشباب بزاف وكيذكروك على انك تبارك الله راك شق المسار ديالك تبارك الله عليك. واخا غنبداو غير دقه دقه باش نتبعوا المسار ديالك الاحترافي باش بديتي الفن البلدي. النشأة ديالك انت من اين منطقة في الرشيدية؟ عرفنا على الاصول ديالك. الرضا ديالي انا الاصل ديالي هو الخنك، انا متغزوت وتنحيي البلاد ديالي وتنحيي الشباب كاملين. نعم، والفن هو خصك تكون ود الناس كي تنقولوا، ود الاحترام ود الجود والكرم. والفن ماشي على جهد خلو، الفن خصك تعطيه باش يعطي. ما عندكش في العائلة شي واحد تيمارس الموسيقى؟ لا، انا هو اللي في العائلة ديال العائلة. انت يعني ما كانش عندك شي واحد في لا فاميلي تاثرتي منه، ولا يعني جاتك موهبة من عند الله بوحدك؟ جاتني موهبة، وتنشكر الاخ ديالي هو اللي دا في هاد النشوة ديال ساندك ساندني البداية. والفن صار تتعمق فيه من الصغر كتعطيك. نعم، رغم انك حتى انت راك كتعتبر من الجيل ديالنا ديال الشباب، يعني الجيل الرابع ديال الفن البلدي اللي هو حاليا واخذ المشعل. و بالنسبه يعني السن اللي بديتي فيه، فوقاش غادي تبدا تكتشف نفسك هذه الموهبه هذه؟ السن استاذ رضا، المهم انا بديت من قوت انا 2010
بديت الفن والصراحه كنت من الصغار هاد الفن اللي كتب في راسي من 2010. نعم. بديت نفس التوقيت بحالنا حتى حنا تنحس براسي بلي نقدر نكون واحد المستوى من هنا عام عامين ثلاث سنين والحمد لله الله وفقنا لان ايقنا في الله وما خدناش ولا لا حاشم وتنطلب من الله نكون خفيف على ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. في البدايه ديالك واش جيتي وبديتي يعني بمجموعتك بوحدك ولا تدرجتي يعني خدمتي لا. خدمتي مع فنانين عزفتي معاهم واش بديتي بآلات العود نيشان ولا شي آلة اخرى عرفنا اكثر على هذه التفاصيل. صراحه انا ما خدمتش مع شي فنان ولا انا كانت فيا الموهبه المهم في ما كانتش مناسبه ولا شي حفله في شي المهم كي تنقولوا شي قاعة شي دوار المهم تمشي دار خصني دير واحد الطريح ديالك خصني نحضر المهم تصير تزوج هذا تعرف المهم شحال تجي تكون راسك ولا دير راسك ديك اللحظات تفض راسك على الشخص اللي هو كاين شويه بالنسبة للفنان إذا كان فنان هو يتفهمك يعطيك فرصة. وما عمرك خدمتي كاع كعازف مع شي مغنيين؟ لا لا مع شي مجموعة ولا يعني بقيتي كتشتغل حتى كونتي فرقتك؟ حتى كونت الفرقة ديالي. والفرقة اللي كونتيها واش من شباب في السن ديالك وصغر منك ولا خدموا معك ناس كبر منك؟ لا أنا هو الصغير كاع الشباب اللي معايا دابا وفي الجروب. المجموعة اللي معك أنت أصغرهم؟ أنا هو أصغرهم تنحييهم كامل الجروب ديالي. شكون اللي معك في الأصدقاء يمكنك توجه لهم التحية وتذكر أسماء ديالهم؟ تنحيي أول شكر الكبير ديالي اللي هو خويا صديقي وهو اللي المنية ديالي السي هشام سموح تنشكرو على هاد وهاد الليلة وتنشكرو شكرا جزيلا وتنشكر الدراري وتنشكر الطاقم اللي صار على هادشي وصراحة الدراري هما اللي ما كانوش معاك مساندين ولا عاطينك قلبهم هادشي اللي كاين راه قلتها في بعض الحلقات ديال البرنامج يعني المطرب ولا المغني راه ما يسوى والو بلا الموسيقيين اللي معاه لان دابا المساله ماشي غير الغنى راه فيها بزاف يعني التسيير والغناء والمجموعه الموسيقيه تكون ضابطه واللوجيستيك الماتيريال بزاف الحاجات كتخلي الفنان ينجح ماشي غير الغناء وحده. الحمد لله حتى زعما ربي ما خيبنيش حتى الدراري معايا الله يكبر بهم وصراحه واخا نشكر فيهم هي نشكر ربي اللي جازيهم على شي حاجه زعما معايا تيخدموا معايا ما عمرني قصدت شي واحد فيهم يخيبني فيهم الحمد لله الله يكبر بهم مزيان حتى انا معاهم القدام ان شاء الله يا ربي نتمنوا خير. وشنو يعني الالوان الموسيقيه اللي كتغني اللي كتبدا الحفل ديالك كما كنشوفوا تبارك الله عندك اقبال من طرف الشباب ملي كنشوفوك في الانترنت هذوك الفيديوهات تبارك الله حماسيه يعني البلدي كتغني تبارك الله عليك البلدي واش كتغني البلدي نيت القديم والجديد وكل شيء. انا الصراحه تعمقت بالقديم والبلاد ديالنا انا بغيت نحتفظ على التراث البلدي التراث ضروري بغيت نحتفظ على التراث البلدي مزيان ما نقدرش نتخلى على البلدي ديالي نعم نقدر نعطي في حفله مناسبه المهم نرضي المهم الجمهور نعم اللي ديالنا ما نعم. تخلاش عليه دابا ضمناتك كل الضواحي ديال الرشيديات اشتغلتي فيهم كيعرفوك تبارك الله الحمد لله مسكي عندك مسكي الناس كيبغيوك في الغرا كنتبع شي مرات في فيسبوك تبارك الله كيحبوك كثير الناس في الحمد لله تنمشي تنعطيهم قلبي مثلا دابا الفن خصك تمشي معاه بالصور ديالو اللي كلمك تعطيه الخاطر ديالو هادشي اللي كاين المهم الا جيت اللي جات تعنقو ولا تدحيه ولا تشوف بيه عين خايبه ما غادي يقبلش فعلا لا 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 محبوب تبارك الله عليك وسط الناس وهذا الشيء لاحظته انا غير من التعاليق ومن الهضره ديال الناس عليك. كنت كاتب لنا مقصه انا قبيله بالاستاذ رضا نعم انا ماشي نتاع راسي انا نتاع الناس أيه. صراحه انا ما نقدرش نرد شي واحد أيه. نتكبر عليه نكلم به العقل الصغير المهم هذا هو المبدا ديالي تربيت عليه كنت نسكب عليه شي واحد الحمد لله لا حشمنا غادي نهرسوا الروتين ديال الحلقه هذه المره بما انها الحلقه الاخيره ديال هذا الجزء ان شاء الله ناخذ واحد المقطع معك بالعود دير لنا مقطع دابا في الوسط ونستمروا في الحديث ان شاء الله ونعاودوا نختموا الحلقه بشي مقطع اخر ان شاء الله الجمهور ديالنا نرجعوا بعد الفاصل باش نستمتعوا بسي محمد بن عيش في مقطع بلدي تحياتي لكم.
صد الأزمة. هذا تحياني بسم الله باش بديت يا النبي صليت أكثر وصلت وياك شطط ومتون وخا كاع انت يا تنساني وخا كاع انت يا تنساني خليني نبكي ونوح قلبي منك مجروح وتخليني نبكي ونوح قلبي منك مجروح وطن النساي طول حياتي مرجاك وطن النساي طول حياتي مرجاك أدى تحياني مرجنا ناسي دي درت بلي باكورا راني بوليا ما ناشي مورا وخاقع انت يا تنساني وخاقع انت يا تنساني وخاقع انت يا وخا كاع انت يا تنساني وتخليني نبكي ونوح وقلبي منك مجروح تخليني نبكي ونوح قلبي منك مجروح وطن ننساك طول حياتي مرجاك والله ما ننساك طول حياتي. الجمهور ديالنا الكريم رجعنا معكم مرة أخرى بعد ما استمتعنا بمقطع الأغنية ديال مولاي شريف الحمري اللي كان وجهه له التحية من هذا المنبر هذا وبطول العمر إن شاء الله كرائد وكواحد من يعني الأهرام ديال هذا الفن ديالنا. الله يخلي لوليداته ويخلي الفن دياله والرشيدية كاملة. وتبارك الله شفنا الأداء ديالك رائع ما شاء الله. واحد الحاجه اللي لمست فيك داك النبرات الصوت تتغني يعني داك الصوت ديال ولد بلاد ولد قصر السوق الرشيديه. الصراحه انا تنغني بقلبي الحمد لله خصني اللي الطرف اللي كاين حدايا واللي تيسمعني خصي توصل له نوصلو خصني ما يملش ما يملش حدايا وكيس فرحان. نعم وصراحه تبارك الله عليك. نشكر هذا المنبر الشريف ديالنا مولاي الحمري اللي طول في عمره. ونقول له ساعة سعيدة ومبروك الهواشل ورمضان كريم. ونقول له مبروك الهواشل لجميع الفنانة كاملة وتحية للناس الرشيدية اون جينيرال. نعم هذا راسهم المهم كاين اللي مازال حي الله يطول في عمرهم كاين اللي توفى والله يعطيهم جنة الفردوس. نعم الصراحة خلاو لنا واحد المشعل. نعم اللي ما عادي مولاي يتنسى كاع في طول طول حياة البلاد الرشيد. خلاو لنا شي حاجة نشتغلوا عليها صراحة. الله يكبر بهم نعم. وأنا متولع بالشريف الله يطول في عمره. نعم وهاد المعزوفة اللي عزفت هي أنا عندي صراحة قصة ومحبوبة عندي تنعزفها تنرتاح فيها تعطيني المرض الأغنية كتحبها. هو الصراحة الأغاني ديال مولاي الشريف الحمري كلهم تيتحبوا صراحة. أنا حبيت هو أستاذ تبارك الله ويعني عطى شيء كثير اغاني كلهم زوينين. انا عاوتاني عزيزه عليا في اغاني مولاي الشريف عاود اللي كتكمل عليا نيت هي كانت جايه ما كيبغيها الوالد ديالي بعدا وليت تنبغيها انا جيلا بعد جيل. مولاي الشريف هو ماشي عطى غير اغاني عطى حياه. نعم كاين واحد الاغاني تقدر تسمعهم تملهم. وانا الصراحه متولع بالاغاني ديال الشريف. نعم نعم فيهم قصيده فيهم تشكي على الدار تشكي على الحياه. هو غنى على جميع المواضيع طبيعه الام الحب كل حاجه غنى عليها. الشريف هما عندنا قوتنا حياه صراحه اللي بي انا من عندي ومن هذا المنبر من منبر صراحه انا نقولك الله يكبر بهم كاملين بلا ما نفرز الفنانه كاملين الفنانين كم تحياتي لهم. نعم السي محمد بن عيش بغينا نعرفوا واش فايت شاركتي في شي مهرجانات في شي تظاهرات ولا مازال ما كتبش؟ لا شاركت استاذ رضا في واحد المهرجان ديال مضغرة الفروسيه. ايه لا شاركت تما باش الناس زادوا يحبوني. كاين شحال من واحد تيسمع بنيش ما عارف شكون هو. نعم نعم هو اللي عطاك شويه ديال الاشعاع تما وقيله في ديك نفس النسخه فاش كنا دزنا حتى حنا مع بوري كان بوري وكان حافظ الشطيبي وكان مولود المسكاوي. صراحه انا ديك
اللحظة ما تصورها الصراحة ما تنساليش إن شاء الله. ومازال مازال القادم أفضل إن شاء الله. إن الصراحة باش عادي توقف قدام واحد الجمهور واحد البيبل باش عادي تعطيه داكشي باش تعطيه المهم دار تيكون شو ليست. وهذيك غير بداية إن شاء الله، مازال يجي الخير ومازال يجيو مهرجانات تكون فيهم إن شاء الله. وحنا حتى حنا بدورنا إلا نظمنا شي حاجة باسم الجمعية ديالتنا البلدية ولا هذا، فغادي تكون انت من اول المدعوين ان شاء الله، لان تستاهل وراك فنان تبارك الله وكتشرف الجيل الشباب تبارك الله عليك. كما كان كاين الجيل الشباب الحمد لله دابا راه لا خوف على البلدي، كاين خالد الحمري، كاين انت تبارك الله، كاينين حنايا، كاين ما نشكرش راسي ولا شحال، كاينين الفنان اللي غادي يعطيو احسن مني. الفن هو سلسلة، نعم، تتعيش مع واحد الجمهور ديالك، تدوز وقيتها تلعب وحتى الجمهور داك الشيء راه اذواق، داكشي ليك كل شنو تيبغي. واحد يقدر يتصنت لهذا المغني، واحد كيبغي هذا، واحد كيبغي هذه المجموعه، واحد ماشي بالضروره كل شيء يبغي فنان واحد لا فن واحد، كل واحد شيء، وما يمكنش واحد ما يبغيه حتى شي واحد. كل فنان عنده جمهوره، كي تنقولوا حنا كل حريفي عنده كريان. هذا الشيء اللي كاين، هذا الشيء اللي كاين الصراحه. من هذا اللقاء اللي جمعتنا ليه أستاذي الله يكبر بيك، مرحبا، أنا تنشكرك على هذا النهار الكبير بكل فرح، هذا واجب. أنا تنشكرك تنقول لكم مبروك العواشر اللي ناوي عليك ابني عيش لهلا خطيك. الله يبارك فيك والتحيه. الشرف الكبير اللي انا كنت معاك صراحه، حنا الشرف لينا، الشرف لينا بكل فرح. والتحيه للناس ديال تاغزوت والناس ديال المنطقه ديالكم، راه تما حداكم في مشقلال فين سجلنا الجزء الاول ديال جلسات بلديه، راه تما في مشقلال، يعني راه من عندكم من بلادكم. تبارك الله حتى انت استاذ اللي حشمك المسيره ديالك، الله يطول عمرك. انت اول واحد في البلاد الرشيديه صح اللي تفتح فرصه للشباب، والمنيس هو انا. حنا درنا غير اللي شفناه انه واجب، ما درناش شي حاجه اللي هي سميتو. نتمنوا يكونوا مبادرات اخرى وتنشكر من غيرنا اللي صارين على هذه الجلسه. شكرا ديالك السي رضا، مرحبا، تنشكرهم واحد واحد، مرحبا، وتحياتي للجمهور اللي ان شاء الله اللي هو مساند معايا ان شاء الله ولله الحمد. شكرا. دابا بغيت نسولك على واش كدير شي جديد ولا راك مقتصر غير على الترميم ديال التراث، كتعاود غير من الحاجات القدام ديال البلدي ديالنا، ولا عندك شي اعمال ديالك انت؟ لا كاين ان شاء الله واحد المعزوفه، المهم فيها الكلام، هي المهم انا بغيت نخليها ان شاء الله مفاجاه ان شاء الله. ما عندك شي حاجه من قبل ديالك؟ لا عندي شويه، عندي واحد، ولكن دابا من هنا للقدام ان شاء الله حاولت دير ان شاء الله. لان تبارك الله فيك جميع المواصفات، ما خصك والو. الا خصك الكاتب الكلمات ولا شي حاجه راك غادي تلقاه، راه موجودين تبارك الله الشعراء والناس اللي كدير الزجاج والكلام ديال البلاد واللحن. راه تبارك الله انت عازف، ما غاديش نخاف عليك في الالحان البلديه وفي الغناء راك مغني تبارك الله، يعني ما ناقصك والو. لا الحمد لله، خصك دابا احنا دابا نشريوها لك مع الجمهور. دابا صافي ترهنتي ان خصك تعطي الجديد ان شاء الله. صافي الجديد ان شاء الله، نخليها لهم كادو ونخليها لهم صدفه وسوفيني ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. يمكن لك تاخذ واحد الكلمه وتوجه للكاميرا تشكر الناس اللي بغيتي تشكر، وتوجه تحيه للجمهور ديالك اللي تيحبك من الشباب ولا الناس الكبار ولا جميع الجماهير اللي كتبع سي محمد بن عيش. تفضل سي بن عيش الكاميرا ووجه تحيه لمن بغيتي وسلم على الجمهور ديالك. الله يكبر عليك. السلام عليكم الجمهور ديالي، وتنحييكم، ولكم ماشي نتوما ما عاد نكونش انا في هذه البلاصه، والجمهور هما السند ديالك. ملي ما كانش الجمهور تيعاونك ولا تيدير فيك الثقه ما عاد توصلش لهذا المستوى هذا. وتنشكر كاع الدراري تيبغوني من قلبهم، تنشكر الجروب بالاون جينيرال اللي معايا، منهم السي هشام سموح وخويا هشام بومو، تنشكر العوامره عبد الواحد المنقب، تنقولوا حنا العوامره لقب المهم باش معروف. المهم عزوز تنشكر السي علي الطاهر صراحه من هذا المنبر هذا، وما ننساوش خويا عزيز بوداش، وتنشكر كاع الدراري كاملين اللي كانوا معايا وبلا اللي كانوا واللي كاينين دابا والجميع واللي نسيتيه يسمح ليك. هذا هو اللي كاين راسي وعينيا، وانا طرب رجليكم، وتنتمنى من الله ان شاء الله
غادي نرضيكم لهذه حاجه ان شاء الله. الجمهور ديالنا شكرا على الاستضافه هذه، وتنشكرك بزاف. الله يبارك فيك. تنتمنى من الله حتى انا نتا نوعدك بلاد نفرحكم هنا لقدام ان شاء الله، وديما ان شاء الله الجمهور ديالي غادي يكون ان شاء الله على احسن ما يرام ويكون على خاطرهم ان شاء الله يا ربي. حنا نتمنوا من بعد هذه الحلقه حتى اللي مازال ما كيعرفكش يولي كيعرفك، واللي كان كيعرفك يكون عرفك اكثر. هذا هو اللي كاين. اذا الجمهور ديالنا وصلنا للختام ديال الحلقه ديالنا مع الفنان محمد بن عيش، احد الحاملين المشعل ديال الفن البلدي في مدينه الرشيديه، واللي هو من الجيل الحالي ديالنا ديال الشباب. كنتمنوا له كل التوفيق ان شاء الله في المسيره ديالو، لا هو ولا الاصدقاء ديالو والمجموعه اللي كيشتغل معاها. وكنقول لكم شكرا على حسن التتبع اللي تبعتونا في هذا رمضان في الجزء الثاني من برنامج جلسات بلديه. ما سخيناش بكم، ولكن تنضربوا لكم موعد ان شاء الله في برامج اخرى. كلمه اخيره غادي نقولها قبل ما ننتقلوا الفقره مع السي محمد بن عيش اللي غتكون من التراث القديم ديال البلدي. بغيت نوجه تحيه للجمهور اللي تبع برنامج جلسات بلديه، ورحنا كنقراو التعليقات ديالكم كاملين. كنشكركم بزاف، التعليقات ديالكم اللي كانوا فيها انتقادات ايجابيه رحنا خديناهم بعين الاعتبار. ان شاء الله نحسنوا ان شاء الله من 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 المسائل ديالنا. والناس اللي شافتنا اننا كنا مزيانين كنشكرهم، وكنشكركم على التشجيعات ديالكم. وبالنسبه لبعض التساؤلات اللي سالوا عليهم بعض الجماهير ديال بعض الفنانين، فينا هما، علاش ما عيطتوش لفلان، علاش ما عيطتوش لهذا، علاش ما عيطتوش، حنا راه وجهنا الدعوه تقريبا للجميع، والدعوه راه كانت عامه لجميع الفنانين من الجيل الاول. وحنا جايين تقسمت الامور ثلاثه ديال الحاجات، الناس قبلت الدعوه وشرفتنا، وناس اخرى كان عندها عذر الله يحسن العوان، كاين اللي بعيد، كاين اللي ما كاينش في الرشيديه، كاين اللي ما صلح ليش، كاين اللي مريض، كاين اللي عنده التزامات، وناس اخرين يعني ما ردوش علينا في التليفون من الاصل كاع، اتصلنا وعاودنا ولا رفضوا عندهم هما اسبابهم علاش رفضوا، يعني تلقينا الرفض من عندهم. كل واحد حر في الاختيار ديالو. انا كنقول بصفه عامه للناس اللي وافقت وثقت فينا وجات للبرنامج كنشكرهم بزاف، والناس اللي سولتوا عليهم راه ماشي حنا ما وجهنا لهم الدعوه، راه وجهنا لهم الدعوه ولكن هما اللي اعتذروا. نتمنى باش الرساله ديالتي تكون وصلت، وحنا كنحترموا كل قرار، سواء كما كيجينا الموافقه كما كتجينا زوينه، حتى الرفض خصنا نتقبلوه بروح رياضيه. هذا هو اللي كاين، وشكرا لكم، وكنوعدكم ان شاء الله ببرامج اخرى، ولما لا جزء اخر ان شاء الله السنه القادمه. نعم نعم، تحية كبيرة هي الصراحة، تحية كبيرة بغيت نقولها في حقي للجمهور كامل. تنشكر كاع اللي تيبغيني، وسمح لي الأستاذ رضا قطع. لا ما كان حتى شي مشكل، الحلقة ديالك من طنجة حتى للقويرة، تنشكر الناس الرشيدية حتى المرزوقة، إن الحمد لله شحال من واحد تيصون عليا من طنجة من الخليبقة، ماشي بكيبر شي حاجة، الحمد لله. الفن لا حدود له، راه غيحبوك الناس داخل وخارج ارض الوطن. الجمهور كاملين وتحياتي لجميع المحبوبين. المهم غادي نقولوا داخل وخارج ارض الوطن بصفه عامه، يعني المغربيه ان شاء الله في خارج الوطن وداخل الوطن. مرحبا مرحبا. اذا وصلنا لنهايه الحلقه ديالنا، ووصلنا لنهايه الجزء الثاني من برنامجنا جلسات بلديه. كنشكركم بزاف على المتابعه، وغادي يكون يعني احسن ختام هو واحد المقطع بلدي ان شاء الله اللي غادي نشاركوا فيه السي محمد بن عيش، ونساعدك حتى انا في الغناء. والتحيه كذلك السي هشام بامو حتى هو. خويا هشام بامو وتبارك الله عليكم. ما نقولش صديق وما نقولش مهم فيه خويا في أخ, أخ, أخ يعني ما كتجمعكمش غير الموسيقى، انا عرفتك شنو بغيتي تقول. اذا جمهورنا تحياتي لكم، شكرا لكم، نلتقي ان شاء الله برامج اخرى في محتويات اخرى ان شاء الله. تحياتي، شكرا للطاقم التقني خويا دريس والاخوان ديالو والناس ديال دار الصوره الرشيديه درعة فلالت المغرب، وايضا الجاليه ديالنا خارج ارض الوطن. تحيه لجميع المغاربه فين ما كانوا، تبارك الله عليكم، خوكم رضا يحييكم. يا هيوا هيوا هم عيش
عايشه وما عايشه لالا وما عايشه قلبي بكسبري وادي على يمي يا عايشه يا عايشه في جبال انا لله يا رب غسلت في النهار وما عايشه ويا لالا وما عايشه وقعدت بك صبري وعيش يا غلا وعدي الايام ايك عيشه يا انا عايشه الجبال انا من ستي ومجيتي ونحالي يجيبك لك يا عيشه ويا غلا ايوه لك يا عيشه واللي ما تبلغي ونقبر وجيره وما عيشة للا وما عيشة اللي بكسبري انا لقيت سليم رجال بلاد يما عيشة ويا نبرا هيوا هيوا يما عيشة عايشة وصلاة الصباح لقتني نرجى الله والكويني يا كمامي وما عيشة قلبي بكسبري يا جيتا يا ابن عمي برفع عباد الله بخبر هذا يولدي انا عيد الكمر بيدي بلا بابا انا وماذا بشدة مريحة روحة لولي انا وماذا بينا كل زويلة يا سيدي انا بصبحة ونكت حرر الموت يا سيدي هذا بالواحد ريت الهدى عن الباحة تشيء نصيب شدر ضبائشي أخلو كيسانة يا الولاد متبعة بين الهنا.